مساء الخير أبطال الصفوف الأمامية، أخواننا وخواتنا اللي تركوا كل شيء واختاروا البحرين، اختاروا عيال ديرتهم، أطبائنا، ممرضينا، وكل شخص يعمل في القطاع الصحي. نوقف لكم اليوم وقفة تحية واحترام للمجهودات الإنسانية والتاريخية الجبارة واللي تثبتون فيها كل يوم أنكم خط دفاعنا الأول وأنكم استثمار هذا البلد الحقيقي. تعبكم وعملكم نشوفه قدامنا ومقدر، ما في كلمة بتوفيقكم حقكم مهما قلنا، لكن أكيد أجركم كبير عند الله سبحانه. في يوم الصحة العالمي اللي يوافق تاريخ اليوم 7 أبريل نحيي إخلاصكم ونقدر أعينكم الساهرة من أجل راحتنا. الله يحفظكم للبحرين وجزاكم الله كل خير، حياكم الله في الرأي. مشاهدينا، وزارة الصحة في مملكة البحرين تحتفل كعادتها السنوية بمناسبة يوم الصحة العالمي اللي يصادف تاريخ اليوم 7 من أبريل من كل عام. فما بالكم وإحنا في هذا العام نعيش وضع عام استثنائي. شهور مضت وإحنا نتابع جهد أبطالنا من منتسبي وموظفي وزارة الصحة وكوادرها الطبية والممرضين، وكل فرد بذل جهد في القطاع الصحي. مناسبة عالمية تؤكد أهمية الصحة وتسليط الضوء على قضايا صحية مهمة. خلينا نشوف هذا التقرير وبنرجع نكمل معكم. هن ملائكة الرحمة، الممرضات والقابلات في مختلف ميادين العمل ومختلف المواقع، تقمن بأدوار مختلفة ومهام عظيمة عبر تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية. شكرا لكم. قصة عطاء لا مشروط ولا محدود، وما زال لحديث الحب أجمل بقية وأعظم أثر. وهكذا دوما عهدناهن. ومن أجل خدمات صحية شاملة ومتكاملة، تقدم الممرضة أدواراً مهمة وتقوم على تسهيل الوصول للخدمات الصحية. يعد التمريض مهنة إنسانية نبيلة في هذه الحياة. تتواجد الممرضة في جميع المجالات الصحية وتعتني بجميع أفراد الأسرة، ولها دور كبير في تحسين جودة الخدمات ومراقبة المخاطر الصحية.
وهذه الرعاية مستمرة وتقدم لجميع فئات المجتمع في الصحة والمرض. شكرا لكم. تحية حب وامتنان أكيد لأبطال الصفوف الأمامية. مشاهدينا، إحنا راح نتكلم أكثر أكيد يعني عن هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا نرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا. يقع الاختيار كل عام على موضوع معين بهدف تسليط الضوء على جانب يحظى بالأولوية في مجالات الصحة، وشعار هذا العام دعم التمريض والقبالة. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف نجاة رستم، رئيس مركز أمراض الدم والأورام بمجمع السلمانية الطبي. مساء الخير أستاذة. مساء النور. كل عام وانتم بخير. اولا احنا نحييكم على مجهودكم في يعني هذه الظرف الاستثنائي. مساء النور حبيبتي. اهلا وسهلا فيك استاذه. في البدايه، شلون توصفين دعم مملكه البحرين وتاهيلها لجيل جديد لخدمه المواطنين والمقيمين؟ لو نتكلم يعني بدايه عن هذا الجانب بحكم قربك للقطاع الصحي. مساء الخير اولا، ويعطيكم العافيه على هذا البرنامج اللي من خلاله نقدر نوجه تحيه جلال وتقدير للجيش الابيض كما يقال. نعم. وتهنئه جميع الكوادر التمريضيه والطبيه والاداريه على صعيد مملكه البحرين بمختلف المواقع بمناسبه يوم الصحه العالمي على الجهود النبيله اللي يقومون فيها للتصدي لفيروس كورونا. نعم. طبعا يمتاز القطاع الصحي برعايه صحيه حديثه وانظمه تكنولوجيه متطوره. جهود جباره ومتواصله تبذلها مملكه البحرين من اجل تاهيل جيل يساعد في خدمه المواطنين والمقيمين على حد السواء، وخصوصا طبعا في القطاع الصحي. هني احب اذكر كلمه لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد، نائب القائد الاعلى والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، بأنه نوه بأن توجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الله يحفظه، قال بأن البحرين دوم تكون الحضن الآمن للجميع، وذكر سموه بأن بناء الإنسان واستثماره يكون من خلال التعليم. نعم. بالفعل التعليم هو يعتبر من مرتكزات أمان الأوطان. نقدر نخلق جيل واعي من خلال خدمات تثقيفية صحية، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية والخدمات التعليمية والتعزيزية، وهذا كله من خلال الكوادر التمريضية والطبية اللي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين. أيضا من خلال نشر ثقافة الوعي من خلال المحاضرات والندوات اللي تعزز من خلق جيل واعي ومدرك لما يدور حوالينا. نعم. طبعا كل هذا الدعم يساعد في تأهيل جيل واعي يساعد في خدمة المواطنين والمقيمين. نعم أستاذة، يعني مسيرة التطوير والتحديث اللي شهدها هذا القطاع يعني هي كثيرة، وخصوصا في مجال التمريض. خلينا نتكلم عن التطوير اللي شهده هذا القطاع في مملكة البحرين. طبعا مسيرة التطوير والتحديث شهدها هذا القطاع تطور بصورة واضحة وكبيرة، وتكون في تقريبا في ثلاث قطاعات، ونقول على ثلاث مراحل. نعم. القطاع الأول اللي شهده هو قطاع التعليم. اليوم الممرض أو الممرضة تدرجوا في مؤهلاتهم العلمية. نعم. من دبلوم وبكالوريوس إلى أن حصلوا على شهادات عليا، ماجستير ودكتوراه. نعم. وطبعا وصلت الكوادر التمريضية البحرينية إلى قيادات عليا
سواء على نطاق المملكة داخل مملكة البحرين أو خارج المملكة. اليوم الممرضة والممرضة البحرينية أخذت دورها بشكل قيادي على صعيد منظمات عالمية. شاركت منظمة اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، أخذت دورها الفعال. أيضا القطاع الثاني اللي هو قطاع الخدمات، اليوم دور الممرضة توسع في الخدمات التمريضية. صار لها دور فعال وأخذت تدرس في المعاهد، الكليات، الجامعات، ودورها مو مقتصر فقط في المستشفيات. القطاع الثالث وهو قطاع التشريعات، صارت الممرضة تحاور وتدون أنظمة وقوانين لتنظيم مزاولة مهنة التمريض. أستاذة نجاة رستم، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، وفعلا يعني تحية كبيرة للجيش الأبيض يعني كما تم وصفه في هذه الظرف الاستثنائي، ممتنين لكل ما يتم تقديمه لمملكة البحرين. مشاهدينا، صحيح احنا في وضع يعني صحي استثنائي، لكن كلنا معاكم وراح يعني اكيد نكون معاكم ونساندكم يعني، وبنكون وسطكم جميعا بعد ما نعدي ان شاء الله الوضع الحالي يعني سلامة الجميع ان شاء الله. مملكة البحرين يعني سجلت ولا تزال تسجل افضل معدلات الصحية مقارنة مع يعني كثير من الدول المتطورة في المجال الصحي، وتركز كذلك على تعزيز مبدأ الوقاية الذاتية من خلال نشر العادات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى مختلف أفراد المجتمع البحريني والمقيمين كذلك ضمن مسؤولياتها. قواكم الله، والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. مشاهدينا، رسائل الشكر والامتنان يعني ما تكفي ولا توفي حق كل شخص سهر وتعب في هذه الظروف اللي بينت لنا معدن المواطن والمواطنة البحرينية في كل المجالات. مشاهدينا، من الصحة ننتقل إلى التعليم في ظل هذه الأوضاع اللي يعني تطلبت أن عيالنا الطلبة يدرسون في البيت ويتواصلون مع أساتذتهم عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التعليم عن بعد. أيضا من ضمن هذه الجهود استحدثت وزارة التربية العديد من الجهود والقرارات الخاصة بطلبة التوحد وكذلك طلبة الاحتياجات الخاصة. بنتعرف على تفاصيل هذه الجهود المقدمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأستاذ خالد السعيدي، مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وللجهود الأهلية أيضا دور في هذا المجال. معنا الأستاذة سمية الحجاوي، مدير مركز دانا للتوحد. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. مساء النور أختي. في البداية طبعا أستاذ، أنا أبتدي معاك، يعني خلنا نتكلم عن يعني جهود وزارة التربية والتعليم في يعني هذا الجانب والاهتمام لأولته للطلبة الخاصين بفئة التوحد. اختي، مثل ما تفضلتي أنت أن التعليم عن بعد هذه المسار اللي بالإمكان توظيفه في الوقت الحاضر لتوصيل المعلومات التعليمية اللي موجودة كانت في الكتب إلى طلبة داخل البيوت. لذلك الوزارة حاولت قدر الإمكان أنها تستفيد من كل وسائل التواصل الأساسية اللي لها علاقة بهذا الجانب. لذلك تم الاستفادة من البوابة التعليمية. البوابة التعليمية يمكن بالفعل خذت الجانب الأكبر والأعمق في عملية اللي هي تقديم الدروس وتقديم الأنشطة والإثراءات من خلالها. أنا يمكن بتكلم بالذات عن برامج التربية الخاصة لأن أنا معني بها بالدرجة الأساسية. بالإضافة أن الوزارة أو أن إحنا كإدارة تربية خاصة عندنا الدروس المتلفزة مع تلفزيون البحرين وكذلك الانستغرام واليوتيوب، بالإضافة إلى اللي هي تطبيقات الهواتف الذكية مع هؤلاء الطلبة. يمكن الميزة اللي إحنا وظفناها صح ببرامجنا التعليمية حق عيالنا التربية الخاصة أن أكدنا على موضوع التواصل المباشر في برنامجين أساسيين. برنامج التوحد وبرنامج الإعاقة الذهنية. لأن هؤلاء الطلبة من الأساس في عملية التعلم داخل الصفوف المدرسية لازم يتعلموا بشكل فردي. يعني المحتوى التعليمي بدون مراعاة الفروقات الفردية بين الطفل ما يؤدي إلى خدمة نوعية متطورة. لذلك وظفنا هاي التواصل بالفعل عن طريق اللي هو الواتساب وعن طريق التليفون وعن طريق برنامج تطبيق يسمونه جلاس دوجو. هذه بالفعل يساهم مساهمة كبيرة في عملية التواصل مع الطالب وولي أمره. ممتاز. هذه الجهود بالفعل الإدارة عن طريق الوزارة قدمت فيها يعني جزئية كبيرة
وحسينا حتى في الآونة الأخيرة أن هناك في قبول اجتماعي مع أولياء الأمور، يعني ما حسينا هناك في تذمر من خلال الخدمة كثر ما حسوا في أريحية. نعم. أن الوزارة جالسة تنقل كل ذي الخدمة إلى البيت. صحيح. وخدمة نوعية. صحيح. خدمة فيها يعني من الإثراءات المناسبة لجميع الطلبة. صحيح. وحتى يعني أكد على كلامك أستاذ خالد، يعني في ظل هذه الظروف الاستثنائية يعني ما غفلت وزارة التربية عن هذه الفئة الأصيلة عيالنا، بالعكس يعني بسرعة يمكن حطت خطة يعني لتغطية احتياجاتهم التعليمية. أنا راح أواصل معك يعني المحور، أنتقل أستاذة سمية. يمكن يعني لوحظ أن البعض يقدم يعني دروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لي يعني ممن يعانون من حالات التوحد دون مراعاة الفروق الفردية اللي ذكرها يعني أستاذ خالد. شنو تعليقك عن هذا الموضوع؟ شنو التصرف الصحيح اللي من المفترض الآن أن يتم الالتزام فيه؟ وهالشيء قام يستغله بعض الناس سواء من البحرين أو من خارج البحرين كجلسات أونلاين أو جلسات كول فيديو. أطفال التوحد عندهم فروقات فردية، في توحد بسيط، في توحد متوسط، في اللي عنده سلوكيات. نعم. هالأشياء يحتاج لها إلى تحليل، ويحتاج الأخصائي يكون مباشر مع الطفل، يعني يكون موجود معاه. ممتاز. بعض أطفال التوحد أوكي عن طريق كلاس دوجو أو شيء، لأنه يكون الطفل قدراته عالية. نعم. بس إذا الطفل عنده سلوكيات وعنده مشاكل وايد صعب يكون إلا صحيح. يكون معاه الأخصائي موجود. نعم. فنشوف ناس قاعد يستغلون هالأمور و صحيح. جلسات أونلاين ولايف ويعني بمقابل مادي. أستاذ خالد، شنو دور وزارة التربية والتعليم لإيقاف مثل هذا يعني التلاعب اللي قد يحدث في هذا الوقت؟ احنا عموماً احنا عندما نتكلم عن برامجنا بالدرجة الأساسية، نعم. احنا العادة دائماً ناخذ اضطراب التوحد أو الإعاقات اللي هم بالإمكان يكونون بالأساس عندهم القدرة على الدمج الاجتماعي وعلى عملية التكيف النفسي والتوافق الاجتماعي مع بيئة مدرسية. بيئة مدرسية فيها يعني مئات من الطلبة، ما تقدر أنت تأخذين طفل يكون عنده قد تكون الاضطراب بمستوى عالي اللي ما بيساهم في عملية وجوده أو نجاح في البرنامج. إحنا يعني حاسين أن عيالنا قادرين إحنا نوصل لهم الرسالة المطلوبة. ممتاز. وقادرين لأن إحنا برامج التوحد عندنا. نعم. وان باي وان. صحيح. معلم مع طفل واحد، لذلك نعم. الطفل الواحد عن طريق المعلم قادر انه يتعرف على كل امكانياته. نعم. وبعدين هاي الطفل يعني موجود في المدرسه حين سنه وسنتين وثلاث. صحيح. وعنده علاقه ثنائيه وقويه بينه وبين الطفل بين اسرته. نعم. لذلك هاي التواصل ايجابي، وهي حته التواصل ترى موجود. صحيح. قبل لا تكون في ازمه، هذه كان من ضمن الاسس الاساسيه للبرنامج. نعم. يعني كل طفل يدخل البرنامج من الاساس هاي التواصل موجود. ممتاز. يعني كان في برنامج البورتج هذه اللي هو بناء العلاقة الأساسية بين مفردات البرنامج وبين ولي الأمر. نحن لازم نعلم ولي الأمر شو المطلوب منه عشان هو يساند ولده في البيت. صحيح. لذلك هاي كلها الخدمات متوفرة داخل البرنامج وداخل فعلا. جهود كل فرق العمل في التربية الخاصة. يعني هي جهودكم فعلا يعني واضحة من يعني قبل يعني ما تحدث هذه الأزمة الصحية، وجهودكم يعني واضحة. يعني الجميل اللي قاعد يسعدني ان اليوم يعني الجهات الأهلية والجهات الحكومية توحدت في يعني يعني تقديم المجهود ل يعني ابنائنا الطلبة. أستاذة سمية، تعرفنا على مجهود وزارة التربية، بالنسبة لكم أنتم كمركز شنو تقدمون حق الأطفال؟ أنا حالياً تواصلنا مع أولياء الأمور، الطلبة اللي عندنا موجودين عندنا نعرف مستوياتهم، نعرف شنو يحتاجون. سوينا لهم أوراق عمل، اتصلنا في أولياء الأمور تعالوا استلموا المهارات اللي على حسب مستوى الطفل. نعم. أما الأشياء السلوكية هاي ما نقدر إلا يكون الطفل معانا ويكون تدخل مباشر بينه وبين الأخصائي. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني كيف راح تكون عملية تقييم الطلبة؟ احنا نظام التقييم ان شاء الله حاطين في بالنا ان هؤلاء الطلبة بشكل عام. نعم. راح تكون لهم استثناءات في أنظمة التقييم. راح يكون يعني نوظفها بشكل صحيح وسليم. ليش؟ نعم. لان احنا عندنا مجموعة من الإعاقات، ليس فقط عندنا توحد، عندنا نعم. طلاب يعانوا من صعوبة التعلم، وعندنا نعم. طلاب من بطيء التعلم، عندنا إعاقات جسدية، وعندنا الصم، وعندنا طلاب عندهم إعاقة بصرية. نعم. مجموعة ذي الإعاقات كلها بتوضع بعين الاعتبار إن شاء الله في أثناء التقييم العام. نعم. لذلك هذه إحنا نقدر نطمئن أولياء الأمور فيها أن يعني عيالكم الحمد لله في أيدي أمينة.
وراح نساندهم ونساعدهم قدر ما احنا يعني ملتزمين بهذا المبدأ العام ولا شك في التربوي والتعليمي. لا شك في ذلك يعني استاذ. بس استاذة سمية قبل ما نختم بشكل سريع الله يخليك، يعني شنو النصيحة اللي توجهينها لأولياء امور الاطفال اللي في البحرين يتواصلون مع المراكز اللي مكانهم ملتحقين فيها، ياخذون مهارات لعيالهم، يحاولون ينظمون لهم جدول، يسوون لهم روتين معين للبيت، خصوصا ان الطفل التوحدي تيه نوبات غضب، وادري ان الامهات حاليا مو قادرين يسيطرون على الوضع وشكاوي يوميه، فالله يعينهم، واقول لهم ان المفروض انه يسوون لهم تنظيم بيئه. نعم. في شيء تحب تضيفه الاستاذ خالد قبل ما نختم؟ احنا اللي نبي نضيفه انه يعني يطمئنون اولياء الامور. نعم. ان الوزاره جاده وان الوزاره مهتمه، والوزاره ترى عندها معطيات انه لازم يكون بالفعل الرساله التربوي والتعليمي دائمه ومستمره. صحيح. وما بعد ذلك انظمه التقييم بشكل عام باذن الله راح تكون في مصلحه الاطفال، ليش؟ ان الوزاره مسؤوله. نعم. عن هؤلاء الاطفال. نعم. أنا أشكركم على وجودكم أستاذ خالد وأستاذة سمية، أشكركم على جهودكم المبذولة لخدمة يعني كل الفئات وكل أبنائنا في مملكة البحرين، والله يعطيكم إن شاء الله الصحة والعافية. شكرا جزيلا لكم. شكرا أيوة. شاهدينا بالتأكيد يعني إحنا نتوجه بشكر جزيل لوزارة التربية والتعليم على جهودها في هذه الفترة وعلى الدروس التعليمية اللي توفرها للطلبة والكوادر التعليمية كذلك اللي تبذل كل اللي تقدر عليه عشان ما يتأثر أبنائنا الطلبة بهذا الوضع. ونشكر كل جهة أهلية يعني أخذت على عاتقها زمام المسؤولية واهتمت بقضية الطلبة المتوحدين أو حتى الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. عساكم على القوة. واليوم مشاهدينا بنعرض لكم ومثل ما عودناكم مجموعة من المقاطع الشاملة واللي تحتوي على مجموعة من النصائح لمكافحة انتشار فيروس كورونا. خلنا نشوف أبرز المشاركات ونرجع نكمل معكم. عليكم البيت عشان عن البحرين مرحبا. خليك في البيت واستغل وقتك صح. كم واحد فينا كان يشتكي ما عنده وقت يقعد مع أهله ومع عياله؟ هذه هي الفرصة. كم واحد فينا كان يشتكي ما عنده وقت يتثقف ويقرأ كتاب؟ هذه هي الفرصة. كم واحد فينا كان يشتكي ما عنده وقت يقرأ كلام الله ويختم القرآن الكريم؟ هذا هو الوقت. كم واحد فينا كان يتمنى أنه هو يتعلم هواية جديدة، مهارة جديدة؟ هذا هو الوقت. خليك في البيت واستغل وقتك صح، لأن كل ما كان عندك وقت فراغ أزيد كل ما ضيعته. استفيد من هذه التجربة ومن هذا الوقت، وخلنا نطلع منها بدروس وبتجارب إيجابية نستفيد فيها في حياتنا ونتذكرها وتكون جزء من التاريخ الجميل. خليك قاعد بالبيت، بس لا تنسى وانت قاعد في البيت علشان تحفظ نفسك وتحفظ بلدك ومجتمعك، لا تنسى تطور من نفسك، تطور من مهاراتك، تستغل وقتك بصورة صحيحة وتنمي معرفتك وتطورها، لأن البحرين اللي كلنا قاعدين اليوم علشانها في البيت قريبا بإذن الله راح نطلع من البيت علشانها. خلونا نطلع وإحنا أكثر وعي وثقافة وتطور علشان نفسنا وعلشان البحرين. مشاهدينا مشاركاتكم تثري هذا البرنامج، ونتمنى أن نستقبل أكيد المزيد منها وترونا من خلالها شلون تقضون أوقاتكم في البيت وشنو الرسالة اللي توجهونها للناس، ونستقبل أكيد مشاركاتكم على هاشتاج الراي معاكم في البيت اللي موجود أسفل الشاشة. خلونا الحين أشارككم أبرز التغريدات اللي نشرها رواد موقع تويتر، وهم يحثون الناس على البقاء في المنزل في صورة تدل على وعي المجتمع البحريني.
مشاهدينا مشاركاتكم كلها تهمنا، ونتمنى ان نستقبل اكيد يعني المزيد منها، خاصه ان يعني هاشتاج الراي معاكم في البيت انتشر ولله الحمد بشكل كبير. الحين خلونا ننتقل الى الفقره التاليه، المنصات والتطبيقات الالكترونيه من اهم الامور اللي صار الواحد ما يستغني عنها في ظل هذه الظروف، خاصه ان صار كل واحد يتواصل ويعمل عن بعد. في هذه الفتره برزت مجموعه من المشاريع الشابه بدعم من وزاره الصناعه والتجاره والسياحه في عدة قطاعات. معنا اليوم عبر سكايب الأخ أحمد محمود اللي عنده منصة تختص بالقطاع الصحي. مساء الخير أخوي ياسر. مساء الخير أختي هيا. أحمد محمود مؤسس شركة دكتوري للخدمات الإلكترونية. دكتوري أول منصة مرخصة من قبل وزارة الصحة لتقديم استشارات طبية عن بعد، حيث أن المريض يقدر يوصل لطبيب بطريقة سهلة دون الاضطرار إلى الخروج من المنزل، خصوصاً في الوقت الحرج مع انتشار فيروس الكورونا في العالم كله، حيث أن الحكومات تطلب من مواطنيها لزوم البيت، فدكتوري يسهل هالشيء على المواطن وما يخليه يخرج من البيت إلا للضرورة، حتى وإن كان عنده أسئلة بسيطة لها علاقة بحالة صحية متعلقة بأطفاله أو شيء، يقدر يلجأ لدكتوري، بحيث عندنا أطباء مختلفين وتخصصات مختلفة يقدر للمريض أنه يتواصل مع الدكتور. متى انطلقت هذه المنصة؟ منصة دكتوري أطلقت للجميع يوم الأحد هالأسبوع. قبلها كانوا الأطباء اللي مشتركين على دكتوري يستعملونه مع مرضاهم، وكان إقبال جداً جيد على المنصة. وإحنا يعني هدفنا أن نوصل المريض لطبيب بأسرع وقت ممكن، حيث أن المريض يقدر يدخل على لستة الأطباء ويشوف الأطباء اللي متوفرين في الوقت الحالي ويتواصل معهم بشكل مباشر. نعم، شكرا لك أخوي أحمد، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. مشاهدينا، جميل يعني نشوف عيالنا يبدعون ينجحون يعني رغم هذه الظروف. خلونا نشوف معاكم أيضا منصة أخرى للأخ محمد عاشور واللي تهتم بقطاع التعليم. أهلا وسهلا فيك أخوي محمد، وشنو دور المنصة الإلكترونية اللي يعني تعملون عليها أو اللي راح تنطلق؟ مرحبا، مساء الخير أختي هيا. معكم محمد عاشور من منصة Spring Ring. وطبعا المنصة هي منصة اتصال تهدف إلى التقريب بين أولياء الأمور، المدرسين والطلبة، بالإضافة إلى إدارات المدارس. شو كانت ردة فعل الناس؟ احنا طبعا المنصة حاليا بالإضافة إلى وجود موبايل أبليكيشن وويب أبليكيشن إلى المدرسين والطلبة، تهدف لإيجاد وسيلة اتصال خصوصا في هاي الأوقات، أن أولياء الأمور ماخذين على عاتقهم طبعا دور إضافي بالإضافة إلى دورهم كأولياء الأمور فقط، وهو التدريس طبعا، فإيجاد وسيلة اتصال بين المدرسين والطلبة جدا مهمة في هالوقت، فهذا احنا حاليا دورنا كمنصة. نعم، كل الشكر لك أخوي محمد على هذه الجهود، فعلا هي جهود جميلة ومفيدة لنا يعني في هذه الظروف الاستثنائية، برغم أن كل شيء يعني صار، لكن هنا يعني تبرز جهود الدولة الحكيمة في إطلاق المنصات الإلكترونية، وكذلك تبرز جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. نشكر أكيد الجميع. الجميل في الموضوع مشاهدينا أنه يعني ما ترددوا شبابنا، بالعكس يعني انطلقوا وأبدعوا، وحتى أفكارهم يعني كانت موجودة وكانت حاضرة في هذا الوقت، يعني قدموا الكثير طبعا بشكل سريع وبشكل حاضر في هذه الظروف الاستثنائية، يمكن في عدد من المجالات، منها طبعا التجارية، منها التعليمية، منها الفنية، وساعدوا كثير من الناس على يمكن يعني التأقلم في ظل هذه الظروف، لما احنا موجودين في المنزل
كثير من الأمور احتجناها. هذه المنصات ساعدتنا بشكل كبير وبشكل أيضا سريع. أنا أوجه كل التحية لشبابنا المبدع والحاضر دائما في كل الظروف وفي كل وقت. يعطيكم العافية. وصلنا معكم الحين مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم، ونشوفكم إن شاء الله على خير.